الحصيلة اليومية لانتشار فيروس كورونا حسب ما أفاد به آخر تقرير لوزارة الصحة الجزائرية حول الحصيلة اليومية لانتشار فيروس كورونا في الجزائر، وهذا ليوم الجمعة 13 من نوفمبر. 867 إصابة جديدة اليوم، ليرتفع المجموع إلى 65975، 14 حالة وفاة، المجموع 2125 رحمهم الله جميعا، الشفاء 402، المجموع 43779 حالة شفاء، المتواجدون بالعناية المركزة 52 شافاهم الله جميعا. بالنسبة لتوزيع الإصابات بالتفصيل في الولايات، فنجد الجزائر 89، قسنطين 81، سطيف 71، وهران 60، مسيلة 51، بسا 49، باتنا 46، والبوليدة 42 إصابة، بجاية 40، البويرة 30، تلمسان 37، بومارداس 32، سقهرة 29، طرف 29، عنابة 24، عين تموشنت 10، أم البواقي 17، عين الدفلة 13، مستغانم 12، الوادي 10، تيزي وزو 9، تبازة 8، وشلف كذلك 8 إصابات، بسكرة 6، ورقلة 6، المدية 6، قلمة 6، جرفة 4، خنشة 4، إليزي 4، أدرار 3، وميلة 3 إصابات كذلك، غنيزال 3، غرداية 2، مع معسكر 2 إصابة، سكيدة 1 إصابة، الأغواط 1 إصابة، نعامة 1 إصابة، جيجل وتيارت 0، سيدي بالعباس 10، سمسيل بربعرير البشار البيض تمرة 60، دوف وسعيدة لم يسجلوا ولا إصابة خلال 24 الفارض، وشكرا.